خير، شو جابك على هالمطعم؟ أنا بدي أتعشى مع ستي، أنت شو عم تعملي هون؟ أنا كمان جاي أتعشى مع جدي. ضحكوا علينا معناتها؟ يعني نحن ما فينا نقعد ونتفق مثل الخلق؟ شو في لزوم لهالحركات؟ بالنهاية نحن متفقين بطريقة واعية. بدك تاكلي؟ يعني أكيد بدي آكل، ليش جاي لك؟ ممتاز، كثير حلو. فكرت إنه عندك مشكلة إنه ناكل سوا أنا وياك. ما رح أطلع مثل الأولاد الصغار من المطعم، نحن متحضرين وما عندي مانع. بالإذن. أهلا وسهلا، ممكن أخذ طلبكم؟ رح أخذ معكرونة مع كريمة. نفس الطلب. تكرم أستاذ. أنت ما بتحب الأكلات اللي فيها كريمة؟ كمان بدك تتدخلي شو بدي أكل؟ ممكن يكون اشتهيتها، شو المشكلة؟ مزبوط، أنت حر، متحضرين نحنا. هي مو سيلين اللي هون؟ رايح سلم عرفيقتي وراجع. سيلين، شو الأخبار؟ اشتقت لك. مرحبا. أهلين. مين؟ عفوا؟ ما عرفتيني، أنا مراد صار سلماز، كنا سوا بالمدرسة. بس ما بظن شافي حضرتك من قبل، يمكن أنت مشبه علي. مين هسن كوحة؟ شو عم بيحكوا هدول؟ ليش عم بيضحكوا هيك؟ بس شو عليه؟ إذا بدك منتعرف. كيفك؟ أنا مراد. أهلا وسهلا. أهلا. ورفيقتها شو بده فيها كمان؟ تفضل. شكرا كثير. أهلا وسهلا. بالإذن. منيح اللي اجيت، انا جعت كثير وما قدرت استنى، ما حبيت اقطع لكم حديثكم. طلعت غلطان، شبهتها لرفيقتي، بيشبهوا بعض كثير، مو معقول. بتمنى ما تكوني تضايقتي حياة. ولا فكرت بالموضوع، بالنهايه نحن متحضرين وواعيين. البنت عطتني رقمها. عن جد حركات بلا طعمة. ممتاز، كتير حلو، أحسن من حركة المنوم يا متحضرة. بس عن جد أعترف، ما حسيت حالك إنك غبي؟ لا، ومعذب حالك على الفاضي، مضوي شموع ورد وأغاني. كنت عامل كل هالقصص مشان حضرتك تنبسطي. يلي بدك يا صار، مبسوطة كتير كنت، وأهم شي إني تسليت. حياتي